شايفه 4 سنين كفايه جدا عشان ندي فرصه لحد تاني ان هو يعمل انجازات احسن. وبصراحه انا مش شايفه لغايه دلوقتي ان في انجازات كانت قويه جدا. حتى موضوع قناه السويس يمكن يكون على المدى الطويل، لكن انا مش حاسه ان الناس استفادت قوي من المشاريع اللي اتعملت في عهد السيسي لغايه دلوقتي. كفايه كده اعتقد من وجهه نظرك، كفايه كده. والله طبعا اكيد كلنا بنأيد الحمله ديت، لان الراجل بصراحه شغال شغل جامد جدا في سيناء، والامن تقريبا خلاص رجع بنسبه 99%. والله طب لما يخلص مدته الاول نبقى نشوف. لا طبعا انا ضده خالص، لان انا شايف اللي هو كان وعدنا اللي عامل 2016 دعم الشباب، اللي هو عامل الشباب ولا اي حاجه، ولا احنا حاسين باي حاجه. انا موافق عليه لان الراجل شغال. انا لو سمعت عن الحمله دي بصراحه يعني والله هو 4، الدكتور قال 4، هم عايزين يبقوا 8، هم 4 برضه، هو 4 ولو رشح نفسه تاني 4 يبقى كويس، انما 8 مره واحده دي ما سمعناش عنها حاجه بصراحه. هو يعني احنا كتعديل احنا طبعا صوتنا على الدستور الجديد لفتره القياس 4 سنين تتجدد مره واحده. ده نظام ديمقراطي ماشي في دول كتير قوي، تمام؟ فاحنا وافقنا عليه. هو لو حب يعمل زي حاجه زي كده والمجلس الشعبي وافق عليها وعملوا تعديل دستوري والشغل ده، فانا اول ناس هكون معارضه الصراحه. لا طبعا مش موافق طبعا. ليه؟ كده عشان ما شفتش حاجه بالنسبه لي تمسني باي شيء تقدم، كل حاجه غاليه وكل حاجه زادت. فلما يجي بعد 4 سنين نشوف حد، لو لقينا حد اكفأ منه انه عادي. طيب بما ان عبد الفتاح السيسي كراجل وطني اكيد متمسك بالدستور، فنخليها فتره فتره. هو بصراحه يستحق. هو راجل نجد البلد من وقت ومن حاجات، ربنا يقويه. ان هو شايف ان هو راجل كويس يعني. انجازاته كويسه في الفتره الوجيزه اللي هو قعدها دي، انجازات كويسه. في دستور بيقول يعني 8 سنين، هو خد 4 حلو قوي واكيد هياخد 4 تاني.